حلم الأمومة بتعيشه كل امرأة، لكنها بتحبط لما بتتأخر في الإنجاب وتبدأ رحلة المعاناة والبحث عنه في العيادات ومراكز الإخصاء. يمكن كمان الموضوع ده يدخلها في متاهات، لكن هتعمل إيه عشان تختار الطريق الأسهل لتحقيق حلمها بدون معاناة؟ ده اللي أنا هنعرفه، اللي احنا كلنا هنعرفه من ضيفنا الكريم دكتور مقبل محمد مقبل، أخصائي نساء والتوليد والعقم والحقن المكياري وأطفال الأنابيب. أهلا وسهلا بك يا دكتور، حياتك مشرفنا. دكتور مقبل، عايزين نعرف بقى، ساعات الزوجين بيعدي وقت طويل قوي ما بيقدروش ينجبوا يعني، وما فيش سبب، فهل في حاجة اسمها تأخر الإنجاب غير معلوم الأسباب؟ الحقيقة فعلا في تأخر حمل غير معلوم الأسباب، ده بنسميه كده لما أنا بعمل كل الفحوصات وتلاقي كل الفحوصات سليمة ومش لاقي سبب وبرضه مش بيحصل حمل، فبالتالي بنقول غير معلوم السبب. ولكن في مراكز بحثية كبيرة ودكاترة مش راضيين بالمصطلح ده، اللي هو ازاي تأخر حمل غير معلوم السبب، فابتدى يطلع في موجة جديدة او اتجاه جديد انه لا، هدور على ايه المشكلة في الطريق، هل هو فحوصات اللي احنا عملناها فيهم مشكلة محدش شخص المشكلة كويس، او في حاجة عدت على الدكاترة محدش يهتم بحاجة. فحاليا دلوقتي في اتجاه جديد انه مفيش حاجة اسمها تأخر حمل غير معلوم السبب، كل الموضوع احنا مدورناش كفاية. فالاول عايزين نقول للناس ايه هو تأخر الحمل اصلا. تأخر الحمل هو لما يعدي سنة من الزواج ما يحصلش حمل، وفي اول سنة في الحمل ده المفروض 80% من اللي تزوجوا ما فيش عندهم اي مشكلة يحصلهم حمل عادي خالص. والسنة التانية كمان بنطمن الناس ان من ال 20% المتبقية 80% منهم هيحملوا. تمام. نقول للناس بقى لو احنا عدينا سنتين وما حصلش حمل لازم تتوقع ان في مشكلة، ما تقعدش تقال في البيت وتقول خلاص بقى انا لسه عادي، لسه معدي سنتين او انا كويس او هتيجي مع الوقت، لا لازم تسعى وتشوف ايه المشكلة، ان في مشكلة. يعني انت دلوقتي بقيت نسبة قليلة جدا اللي بنسبة كبيرة فيها مشكلة. لكن انا عايز اقول للناس برضو ان احنا مش لازم نستنى السنه والسنتين، وانا دلوقتي بناشد الناس ان احنا نهتم من بدري، من قبل الزواج يعني، من قبل الزواج كمان. اه عايز اقول لحضرتك انا بقالي فتره عامل زي كامبين كده اقول للناس اطمنوا على نفسكم. عايز اقول لك في ناس لسه ما اتجوزتش، عندهم ضعف مخزون بويضات، عندهم امراض زي تكيسات المبيض، عندهم امراض زي بطانه الرحم المهاجره. طب انا البنت دي شخصتها من وهي عندها 18 سنه ولا حاجه، اديت لها تريتمنت بحيث ان انا لما اوصل لمرحله الزواج ما يكونش الموضوع متاخر، ما يكونش بدل ما هي بطانه رحم مهاجره متاخره لا في بدايته، بدل ما هي تكيسات مبيض وعملت ممكن اورام او عملت خلل جامد جدا اثرت على البويضات عملت مشاكل كبيره، لا انا شخصتها من بدري وعالجتها. وكل الموضوع ايه؟ تحليل. بالنسبه للراجل تحليل سائل منوي، حتى لو هو مش متزوج ممكن مستغرب، لا انت هتعمله، لو هو طلع سليم فانا اطمنت عليك، لا مش سليم ابتدي احط لك خطه تريتمنت بلان او اقول لك حتى ايه اللي ممكن ياثر عليك نتفاداه في الفتره دي بحيث ان احنا ما بيبقاش في دروب زياده كمان. أيه. فانا بناشد الناس اولا ان احنا ما نستناش لغايه مرحله الزواج من قبل. اللي بيقول للناس ان انتوا لا تستنوا وما تسمعوش وتعملوا بعد سنه، كل اللي بيفكر فيه ان هو يوفر فلوس، يعني في بره انظمه صحيه بتعتمد على تامين الصحي فهما بيتكلف الدوله فلوس، لكن لو انا لو هما فهموني كده وقالوا لي ان انت ما تعملش حاجه وما تهتمش عشان ما وفرش ما نكلفش الدوله فلوس، انا اروح ادفع لنفسي واهتم واطمن على نفسي ان انا يكلفه ده اكتر بعد كده. بالظبط بالظبط. ما حدش بيبص لكده، هو بيبص ان انا ازاي اوفر فلوس على النظام الصحي ده، فالناس بتمشي وراه من غير ما تعرف هو ليه بيقولوا لنا بعد سنه وبعد سنتين وكده. أيوة. وكل الهدف ان احنا نوفر تكلفه. فاحنا بنقول للناس الاول اطمن على نفسك من قبل الزواج. طب انت ما لحقتش المعلومه دي او النصيحه دي وصلت لغايه مرحله الزواج، مفيش مانع ان انا اطمن على نفسي خلال المرحله دي. الموضوع بسيط مش هنعمل حاجه كبيره او صعبه، تحليل سائل منوي وتحاليل بتاعه الهرمونات ومخزون البويضات للبنت او للزوجه. ايوه لقيناها كويسه عادي روح البيت واقعدوا السنه او حتى السنتين كان مفيش مشكله. بس مجرد ما انا عديت سنتين لا هنا في مشكله. هنبدا بقى مرحله التشخيص. طيب مرحلة التشخيص برضو هبدأ بالزوج، لازم نبدأ بالزوج. هنا للأسف في ناس كتير بتسيب الزوج. أنا شفت سيدات بدأوا في علاج واخدين منشطات وممكن عملوا عمليات محدش أصلا بصل للزوج وقال له اعمل تحليل، ولما وأحيانا انه يجي نعمل تحليل للزوج ده أصلا كل ده اتعمل على الفاضي، لأن هو عنده مشكلة وكل اللي اتعمل ده ملوش فايدة أصلا، مكانش له لازمة. عمليات وعلاج وإبر وحقن وتكلفة مهولة كل ده وإحنا مش واخدين بالنا إن الزوج فيه مشكلة. فلازم نبدأ من الزوج الأول. وانا عملت تحليل سائل منوي للزوج ما بينه شهر مرتين ما بينهم شهر وطلع سليم، خلاص كده انا اطمنت للزوج اقدر بقى اكمل مع الزوجه.
الفحوصات الاساسيه زي ما انا قلت، تحاليل الهرمونات ومخزون البيضات، ده اهم حاجه. لو انا عندي مخزون البيضات سليم ومفيش اي في اي مشكله، ابقى مطمن ونقعد براحتنا، حتى لو الوقت طول شويه ابقى مطمن. لا عندي مشكله في مخزون البيضات، يبقى لازم استعجل ولازم استغل التايم كويس او الوقت كويس علشان ما اوصلش، لان كل ما يعدي وقت اكتر والمخزون يزيد اكتر، كل ما المشكله بتتفاقم وبقرب لمرحله انه خلاص حتى لو انا عملت ايه مش صعب الحمل اصلا يعني.